السلام عليكم سيكو، يا سنة تانية، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هي محاضرة، هنعمل ربط كده، وتفضلت الدكتورة هالة امبارح مشكورة، وشرحت الجزء الأول في محاضرة الكولاجين، لأن كانت مش قادرة لسه أتكلم يعني وأكمل الشرح بتاعها. فيعني النهاردة هنعمل ربط سريع كده للجزء اللي هي تفضلت مشكورة وشرحته ما شاء الله باستفاضة، وقالت كل ما هو مهم فيه. فهنأكد على طبعا المعلومات اللي اتقالت، اللي مطلوب مننا فيها. احنا مختصرين، وحتى دكتورة هالة امبارح قالت الكلام ده، ان احنا مقدرين زنقة الوقت اللي انتوا فيها جدا، والظروف اللي بنمر بيها كلنا، وان احنا يعني الى حد ما عملنا ربط وتلخيص واختصرنا الجزء اللي موجود. ما يعني الى حد ما محاضرة البروتيد لايكانز مش هتبقى مطلوبة مننا، مش هننزلها، اللي هنبقى مختصين بالجزء بتاع الكولاجين والإلاستين جوه ضمن او في اطار الاكسترا سيلولار ماتريكس. والحاجات اللي مطلوبة منك هي اللي موجودة في الكام ورقة اللي في التكست عندك، وشرحناهم سواء كان دكتورة هالة امبارح او النهاردة ان شاء الله. هكمل انا الجزء اللي باقي معي. الاكستراسيلولار ماتريكس ده شبكة نيتورك من ماكرو مولكيولز، كلها مواد ليها جزيئات كبيرة بتفرز لوكالي في المنطقة اللي فيها التشو ده أو في النسيج ده، وتحوط الخلايا وتكسبها مجموعة من الخواص الفيزيكال والفانكشنال، يعني مجموعة من الخواص الفيزيائية اللي ليها علاقة بالوظيفة بتاعتها، وليها علاقة دايما بالسبورت، ليها علاقة بالقدرة انها توصل المواد لجوه الخلية وتاخد المواد من الخلية. هنشوف الفانكشن بتاعتها كاملة. بس دايما الاكسترا سيلولار ماتريكس بيبقى موجود بره الخلايا في مناطق لوكالايز، واشهر الامثله لي زي الكونكتيف تيشو والفايبرس تيشو المحيطين ببعض انواع من الخلايا، وكذلك البيزمنت ممبرين، كل دي حاجات ليها علاقه بالاكسترا سيلولار ماتريكس، وهنشوف مع بعض تقسيمه والوظائف بتاعته بتتم ازاي. كل الخلايا اللي في الديفرنت اورجانز whatever نوع التشو بتبقى موجوده ومتحوطه بالاكسترا سيلولار ماتريكس عشان يعمل لها سبورت، وعشان يخلي الخلايا دي تبقى في اتصال ما بينها وما بين بعضها كويس، ما تبقاش لوز وسايبه من بعضها. الاكسترا سيلولار ماتريكس مهم جدا انه يعمل لي سبورت للتشو، ويفصل لي سيباريشن ما بين التشوز وبعضها، ويعمل كمان توصيل لكل الاشارات السيجنالينج باس واي، الاشارات ما بين الخلايا وبعضها، او الديفيوجن والترانسبورت بتاع الديفرنت مولكيولز خلال اكروس السيل ميمبرينز بتوين الديفرنت سيلز. الاكسترا سيلولار ماتريكس مهم جدا في وظائف مختلفه للخليه غير السبورت. مهم ان بيبقى فيه مجموعه من الجروس فاكتور بتعمل ريجوليشن لديفرنت فانكشنز اوف ذا بودي، كمان مسؤول عن انه يعمل انتر اكشن بين السيل ماتريكس، ويديني حاجة اسمها سيل بولاريتي، قطبية بتاعة الخلايا وبعضها. كمان السبريدنج والمايجريشن بتاع الديفرنت تيشو زي في حالات الكانسر، زي في حالات الاورجانوجينيسيس اما بتبدا الاورجانز تتكون خصوصا في الفيتال سيلز، كل المايجريشن بتاع الخلايا ديورنج الاميونيتي، لو انا محتاجه عندي انجري في لوكيشن معين على البريفرال سيرفيس بتاع البادي، تبدا تعمل نيوتروفيلز والماكروفاج تبدا تعمل مايجريشن للاوتر سيرفيس اوف ذا بادي. طب المايجريشن ده هيحصل من خلال مين؟ هتخترق انهي طبقات؟ هي بتخترق السيل ماتريكس وتعدي من خلاله لحد ما توصل للبوزيشن او للمكان اللي هي عايزاه. كمان التيرن اوفر بتاع الخلايا وبعضها، الريموديلنج بتاع الديفرنت تيشو، ليها رول مهم جدا في عمليات الانفلاميشن، وكمان الديفلوبمنت النمو مهمة جدا، بلاقيها بتعلى مثلا في حالات الروماتويد ارثرايتس والاوستيو ارثرايتس التهابات المفاصل وبعض الاوتو اميون ديزيز.
هناخد واحنا بنتكلم بعد كده بعض الديزيزز المهمه جدا اللي بتنتج نتيجه لو انا عندي اي ديفكت في الاكسترا سيلولار ماتريكس. اشهر مكونات الاكسترا سيلولار ماتريكس له فايبرس ستراكشرال بروتين، مجموعه من الفايبرس بروتينز بتكونه زي الكولاجينز والالاستينز والفايبرلز. ايه كمان؟ مجموعه البروتيوجلايكانز والجلايكوبروتينز اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل اللي هي ووتر هايدريتد جيلز، بتبقى مسؤوله انها تسمح بالكمبريسيف ريزيستنس واللوبريكيشن اللي ما بين التيشو بعضه. في كمان نوع من السبيشالايزد بروتينز زي اللامينين والفايبرونكتين والفايبرولين، دول مسؤولين او ليهم دور مهم ان هم يوصلوا الاكسترا سيلولار ماتريكس اليمنتس، يوصلوها ببعضها، العناصر المختلفه بتاعه الاكسترا سيلولار ماتريكس تتصل ببعضها عن طريق مين؟ عن طريق الفايبرونكتين، عن طريق اللامينين، عن طريق الانتجرين. فلو جينا نجمع كده وظائف الاكسترا سيلولار ماتريكس زي ما مكتوب عندنا، هنلاقي انها ليها وظائف كتير ومسؤوله عن مجموعه من النورمال فانكشن، واي مشكله فيها بتؤدي لظهور مجموعه من الباثولوجيكال بروسيس. It play important role، مهمة ومسؤولة عن الـ developments، معادلات النمو اللي بتحصل في الأنسجة. إنها نوع من أنواع البريرات ومقاومات الجسم، فأي مشكلة بتؤدي لظهور inflammatory status. كمان ليها دور في spread of cancer، انتشار الخلايا السرطانية من تيشو إلى آخر. Involvement of certain component of the extracellular matrix has been documented كمان في rheumatoid arthritis، يبقى مسؤولة عن ظهور بعض حالات الانفلاماتوري status، the spread of cancer، rheumatoid arthritis والosteoarthritis، التهاب الروماتويد او روماتازم والosteoarthritis، التهاب المفاصل اللي بيحصل. في بعض انواع البروتينات اللي موجوده لو حصل فيها مشكله زي الكولاجين او الالاستين او دي انواع البروتينات اللي هندرسها دلوقتي في الاكستراسيلولار ماتريكس. لو في امبورن ايرور او جينيتك ديفكت في تركيب نوع من انواع البروتينات دي، بتؤدي الى ظهور امراض زي امثلتها الاوستيوجينيسيس امبرفيكتا والاهلر دانلس سيندروم، وهنشوف مع بعض دول عباره عن ايه، بس ديزيز ليها علاقه بالكولاجين بروتين ديفكت. من الاكسترا سيلولار ماتريكس بروتين ما يعرف بالبروتوجلايكانز او الجلايكوزامينوجلايكانز او الجيجز، وكنا جبنا سيرتها او اتكلمنا عنها في الكربوهيدرات لما قسمنا الكربوهيدراتس في الكلاسيفيكيشن، وكان عندنا نوع من انواعها عبارة عن بولي ساكرايد، وبنقول عليه تيرو بولي ساكرايد، او مكون من جزء كربوهيدرات بارت و الكربوهيدرات بارت اللي فيه بيبقى كله كمان مش نفس اليونت متكررة ولكن وحدات مختلطة، فكنا بنقول عليه تيرو بولي ساكرايد. ومن اشهر الامثله بتاعته كان الجلايكوزامينوجلايكانز والبروتيوجلايكانز، وكنا بنعرفها او بنقول عليها اسم اخر اسمه ميوكو بولي ساكرايد. الاكستراسيلولار ماتريكس كمان لقوا ان ليها دور في عمليات الايدنج بروسيسز، يعني عمليات تقدم العمر وظهور الاعراض الشيخوخه اللي بتظهر على الجسم. اول بروتين هنتكلم عنه هو الكولاجين. الكولاجين ده نوع من انواع الفايبرس بروتين او سكليروبروتين، بيمثل حوالي 30% من التوتال بروتينز اللي موجوده في الهيومن بودي. الكولاجين له انواع كتيره جدا، له اكتر من 12 نوع، ولكن بيفرقوا عن بعض في ايه؟ بيفرقوا عن بعض في الدنسيتي، الكثافه بتاعتهم، في اماكن وجودهم، فروقات بسيطه في التركيبات بتاعت كل واحد فيهم في التايبس المختلفة والفانكشن بتاعتهم، ولكن أهمهم على الإطلاق أو أكتر واحد أباندنت موجود منهم بكميات كبيرة 90% من الكولاجين هو تايب 1. تايب 1 ده بيمثل 90% من البادي كولاجين، بيبقى موجود في صورة دنس كومباكت فايبرز،
وموجود في السكن بون تندونز فايبرس كارتليج كونكتيف تيشو اند تيس. النوع الثاني اللي هو تايب 2 من الكولاجين ده بيبقى لوز تركيبه يعني مش دنس قوي زي تايب 1 وبيبقى موجود في الإلاستيك كارتليج وفي الجوينتس المعرضة للحركة الكتير عشان يمتص الصدمات فيها. تايب 3 برضو من الأنواع المهمة جدا لأنه موجود في الأرتريز في الوول أوف ذا بلاد فيزلز، يعني أي مشكلة فيه على طول بتنعكس على البلاد فيزل والبلاد سيركيوليشن. تايب 5 بقى 5 موجود في الهير بون ماتريكس في البلاسينتا في الليفر لونج ماسل ماتريكس. وتايب 10 موجود في نيو بون فورميشن عند الارتيكولار كارتليج، وبالتالي هو بيبقى موجود بكميات كبيره في الاطفال، نسبته بتبقى عاليه في الاطفال في الجروينج تشايلد عند الارتيكولار كارتليج عشان الجروينج بون. يبقى ده بعض الامثله للديفرنت تايبس اوف كولاجين واماكن تواجدها. عموما بقى اللوكيشن بتاع الكولاجين ان جنرال طبعا موجود في كل الكونكتيف تيشو بتاع السكن والبون تندونز والبلاد فيزلز، موجود كمان احيانا في صوره مش فايبرس بقى انما في صوره جيلي لايك عامل زي الماده جل، ده في الاكسترا سيلولار ماتريكس بتاع الفيتراس هيوميراس اوف ذا اي السائل الزجاجي اللي بيبقى موجود ورا العدسه بتاعه العين. اهم وظائف الكولاجين انه مسؤول عن الكوهيجن الترابط والالتصاق ما بين الديفرنت تيشوز، ده بيعمله الكولاجين مع حاجتين تانيين مع الإلاستين ومع الجلايكوبروتينز. مهم جدا عشان يحافظ على السترينث والإلاستيستي قوة ومرونة الجلد، كمان مهم انه يعمل سبورت يدعم ويقوي سترينث الستراكشر بتاع البون والتندونز والبلاد فيزلز والكيدني. زي ما احنا شايفين السكن الكولاجين بيمثل 70% من السكن، مهم في الانترنال اورجان عشان يحافظ على الستراكشرال انتجريتي سلامه الانترنال اورجانز، مهم جدا في الماسل بيمثل حوالي 80% من الماسل من تكوين الماسل، بيمثل 20% من البون ستراكشر، 20% سوري الكولاجين بيتكون mainly من 3 بوليبيبتايد تشين، يبقى هو بيتكون من 3 سلاسل من البوليبيبتايد بيمسكوا مع بعض بهيدروجين بوند. كل بوليبيبتايد تشين طولها حوالي 300 نانومتر، طولها 300 نانومتر وقطرها 1.5 نانومتر وفيها 1000 امينو اسيد، يبقى هو بيتكون من 3 بوليبيبتايد تشين زي ما احنا شايفين مع بعض. ده فايبريل من الكولاجين، طول الفايبر الواحد من الكولاجين 300 نانومتر اللي احنا اتفقنا ان قطره يمثل 1.5 نانومتر تقريبا، مكون من 3 بوليبيبتايد تشين بيتحدوا مع بعض بهيدروجين بوند، بيربطوا مع بعض بهيدروجين بوند. طب كل واحدة من الثلاثة بوليبيبتايد دي بسميها ألفا تشين. الأمينو سيكونس المكونة ليها لقوا جلايسين إكس واي، جلايسين إكس واي معنى كده إن الأمينو أسيد اللي اسمه جلايسين اللي إحنا قلنا ده أصغر أمينو أسيد بيتكرر على طول في البوزيشن رقم 3، يعني 3 6 9 وهكذا،
يبقى بيمثل حوالي تلت الأمينو أسيد كومبوزيشن بتاع البولي بيبتايد تشين، 33.33% من البولي بيبتايد تشين أوف كولاجين عبارة عن جلوسين. طيب وبقية الأمينو أسيد 10% منهم برولين و10% هيدروكسي برولين و1% هيدروكسي لايسين. يبقى المين أمينو أسيد المكونة للكولاجين 33% منهم جلايسين، 10% برولين، 10% هيدروكسي برولين، و1% هيدروكسي لايسين. طيب ليه جلايسين ده أكتر أمينو أسيد بيتكرر ومكانه ثابت في التكرار؟ المكان رقم 3 دايما، يعني جلايسين ليوسين هيدروكسي برولين جلايسين برولين هيدروكسي برولين وهكذا. اشمعنى هو دايما التالت لازم يتكرر كل 3 امينو اسيد؟ لان الجلايسين بيتميز انه سمولست، اصغر امينو اسيد موجود وعرفناه في كل ال 20 امينو اسيد اللي بيدخلوا في تركيب البروتين ستراكشر. طب وايه يعني لما هو اصغر؟ قال لك الاصغر ده لما يجي يتكرر في كل ثيرد بوزيشن اللون البلاك زي ما احنا شايفين كده. فلما يجي التلاتة بولي بيبتايد تشين يبدأوا يعملوا الكواترنري ستراكشر مع بعض، يلفوا حوالين بعض، بيلفوا مع بعض بشكل ضفيرة كأنك بتعمل ضفيرة للشعر بالظبط. فالضفيرة دي بتتكرر كل ما تيجي تلف تلف التلاتة بولي بيبتايد تشين يتزنقوا مع بعض في الجانكشن اللي هيجي نقطة التقاء التلاتة بولي بيبتايد تشين مع بعض في الضفيرة دي. فالجنكشن ده محتاج ان اللي بالظبط كده اللي يتزنق فيه يكون امينو اسيد صغير جدا قادر انه يفضل موجود في المكان ده. اصغر امينو اسيد مناسب انه يبقى موجود في الريستريكشن سبيس ده او في المكان الصغير قوي ده عند مكان التقاء الثلاثه بولي بيبتايد تشين ببعض في الشكل الفاينل بتاع الضفيره اللي بتكونه ده هو الجلايسين. يبقى الجلايسين ده سمولست امينو اسيد بيبقى موجود كل ثيرد بوزيشن في المكان الثالث دايما في البولي بيبتايد تشين، وده بيخليه مناسب جدا انه يبقى موجود في ريستريكتد سبيس في المكان اللي مساحته صغيره اللي موجود مزنوق ما بين الثلاثه بولي بيبتايد تشين وبعض، فيسمح للبولي بيبتايد تشين ان الهيليكس ستراكشر بتاعها يتكرر على طول على مسافات قصيرة وتركيبها يبقى تايت وفيرم قوي جدا. طيب اللي احنا قلناه ان الجلايسين موجود دايما كثيرد امينو اسيد وبيخلي اللفة الهيليكس الالفا هيليكس بتاعت البولي بيبتايد تشين بدل ما كان يبقى فيها 3.6 امينو اسيد زي في البروتينات العادية، لا دي بس هيبقى فيها 3 امينو اسيد فقط، يعني تأثر كمان في عدد اللفات او عدد الهيليكس يزيد على مسافات متقاربة. ده اول سبب شرحناه اللي يخلي الكولاجين موليكيول يتميز انه very firm in structure وقوي جدا. طب هل في اسباب اخرى؟ الاسباب كمان ان هو عنده هاي كونتنت في نسب عاليه جدا من التركيب وفيها هيدروكسي برولين وهيدروكسي لايسين. ولكن يا دكتور احنا ما سمعناش لا عن الهيدروكسي برولين ولا الهيدروكسي لايسين في ال 20 امينو اسيد اللي احنا اتكلمنا عنهم باستفاضه اثناء شرحنا للامينو اسيد والبروتينات. جم منين دول؟ دول بيحصل لهم او بيدخلوا في تركيب سلسله البوليبتايد تشين كبرولين و لايسين عادي جدا، ثم يشتغل عليهم بعد كده هيدروكسيليز انزيم يعمل هيدروكسيليشن لكل من البرولين واللايسين وهم ضمن البولي بيبتايد تشين. طب ده ليه؟ عشان يخلق فيهم مجموعة ال OH دي، وال OH تزود قدرة البولي بيبتايد تشين على تكوين عدد هيدروجين بوند روابط هيدروجينية أكبر وعددها أكتر. فكل ما تزيد الروابط الهيدروجينية اللي هتتكون في كل ما هنربط الثلاثة بولي بيبتايد تشين ببعض أكتر ونخلي المركب مور فيرم ومور تنس بنقويه ونزود الحمل عليه. يبقى السؤال ليه الكولاجين بيتميز انه very firm structure؟ لان عندي الجلايسين موجود نسبته 33% وبيتكرر كل تالت امينو اسيد فيديني القدرة او حجم مناسب للريستريكشن. تاني حاجة بيخلي الجلايسين ده تكراره كل 3 أمينو أسيد بيخلي البولي بيبتايد تشين ألفا هيليكس اللي فيها بتتكرر على مسافات أقصر،
وطولها او الهيلكس بيبقى الساعة بتاعتها 3 امينو اسيد وليس 3.6. فلو عندي سنتي او بروتين طوله سنتي بدل ما كان هيبقى فيه على سبيل المثال 100 لفة من الهيلكس، لا ده هيبقى فيه 150 لفة من الهيلكس او 130 لفة من الهيلكس وهكذا. تالت حاجة كمية الهيدروجين بوند اللي موجودة ما بين الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين بتزيد بعد عمليات الهيدروكسيليشن. الكولاجين أول ما بيتكون بيتكون في خلايا اسمها الفايبروبلاست سيلز. فين في الفايبروبلاست؟ في الإندوبلازم كريتيكل. بتبدأ في الإندوبلازم كريتيكل بتتكون البوليبيبتايد تشين الخاصة بالكولاجين اللي اتكلمنا عن تركيب وترتيب الأمينو أسيد فيها بالتفصيل. بتبدأ تتكون الأول البوليبيبتايد تشينز دي في صورة ما يعرف ب بري برو كولاجين، يعني هتلاقيني بقول الكولاجين قبليه مقطعين، مقطع اسمه بري ومقطع اسمه برو. معنى كده ان لسه هيحصل موديفيكيشن في الكولاجين موليكيول ده بحيث ان في الاول يتفصل البري بارت سيكونس اللي هو الجزء بتاع الامينو اسيد اللي في البداية اللي بيخليها بري، وبعد كده يتفصل another sequence اللي هو البرو عشان في الاخر اوصل للماتيور كولاجين. يبقى انا عندي بري برو كولاجين مبدئي بيتكون من الاندوبلازميك ريتيكولم وبيبدأ يحصل هيدروكسيليشن لكل من البرولين واللايسين زي ما قلنا بالهيدروكسيليز انزيم. الهيدروكسيليشن دي لازم لها وجود فيتامين سي ولازم لها وجود ايرن في صورة فيروس ستيت عشان يعرف يعمل الهيدروكسيليز ده يقدر يشتغل ويضيف الهيدروكسايد جروب. لما الهيدروكسايد جروبس اتكونت بدأت الهيدروجين بوند كمان تتكون والتريبل هيليكال ستراكشر بتاع البري برو كولاجين يحصل. فاتقص البري سيكونس الجزء البري ده اتقص فتبقى عندي كده ما يعرف بالتريبل هيليكال برو كولاجين. ده بيبدأ يحصل له اكزوسايتوزس وبيخرج من الخلايا ويطلع للاكسترا سيلولار سبيس اللي موجود بره الخلايا. يبقى هو اتكون الاول في الفايبروبلاست في الاندوبلازميك براف اندوبلازميك ريتيكولم وبعد صورة بري برو كولاجين وبعد كده اترتب في صورة برو كولاجين وحصل له باكجينج في الجولجي اباريتس ثم كمل الهيدروجين بوند فورميشن وحصل له اكسكريشن واكزوسايتوزس لبره الخليه. بره الخليه دلوقتي البروكولاجين تريبل هيليكال ستراكشر هيبدا يحصل له ارينجمنت يترتب كل فايبرل بالشكل ده اللي هي فيها تريبل هيليكس يحصل لها كاتنج للبرو بورت. خلاص يبقى انا لسه هنا الثلاثة بولي بيبتايد تشين اللي مكونين للتريبل هيليكس كان لسه عندهم جزء سيجنال موجودة عند التيرمينال بارت اللي هي مخلياه لسه برو كولاجين. يبدأ يحصل له تريمينج يتقص البرو بارت ده فيبقى عندي تريبل هيليكال برو كولاجين تحولت إلى كولاجين فايبريل ماتيور. البرو كولاجين تبدأ تترتب قدام بعضها بحيث إن كل تريبل هيليكس بتبقى مغطية تقريبا تلات ارباع التريبل هيليكس اللي قبلها واللي قبلها مغطية اللي قبلها تلات ارباعها بس وهكذا. وفي جزء يبقى كأنهم مترتبين مش تيبيكال قصاد بعض، لا ده عاملين كروس ماتشنج كأنهم متوصلين مع بعض بالعرض او زجزاج مانر شوية. وبتتكون روابط هنا اسمها اللايسايل اوكسيديز انزيم، هي دي اللي بتخلي الكروس لينك ده يثبت. بعد عملية الكروس لينكينج ما حصلت هنا بقى عندي ماتيور كولاجين فايبريل اتكون خلص. مجموعة الفايبرلز مع بعضها تبدأ تعمل لي اجريجيشن عشان نكون الكولاجين فايبرز. يبقى تاني في الفايبروبلاست الكولاجين بتتكون في الكونكتيف تيشو بتاع الفايبروبلاست، بتتكون الاول في صورة بري برو كولاجين في الرف اندوبلازم كارتيكولم بحيث ان هتتكسر بعد كده ويتشال السيكونس البري اللي هو السيجنالينج سيكونس اللي في اول البوليبيبتايد تشين فتتحول الى بروكولاجين. البروكولاجين يبدا يشتغل عليه انزيم اسمه هيدروكسيليز انزيم، اما برولين هيدروكسيليز او لايسين هيدروكسيليز.
عشان يحول لي كل من البرولين واللايسين إلى هيدروكسيبرولين وهيدروكسيلايسين. الرياكشن ده عشان يحصل لازم له فيتامين سي، لازم له أكسجين، وكمان نزود إن لازم له أيرن في الفيروس ستيت. خطوة كمان نسينا نقولها في السلايد اللي فاتت، إن زي ما بيحصل هيدروكسيليشن بيحصل كمان جلايكوزيليشن، يعني بيتم إضافة جلوكوز ريزيديو لجلوكوز وجلاكتوز. بيتضافوا لمين؟ بيتضافوا للهيدروكسيلايسين. يبقى أنا عملت هيدروكسيليشن للايسين وبرولين، حولتهم لهيدروكسيلايسين وهيدروكسيبرولين، ويجي الهيدروكسيلايسين كمان ممكن يتشبك معاه جلوكوز وجلاكتوز. كده البروكولاجين عندي شكلها بقى تريبل هيليكس، تقدر يحصل لها سيكريشن واكسوسايتوزس وتطلع بره الخلية، ويتقص كمان الان ترمس النهايات بتاعة البوليبيبتايد تشين فتتحول على طول الى كولاجين. الكولاجين فايبريل زي ما اتفقنا يبدأ يحصل كروس لينكينج وروابط معينة ما بين البوليبيبتايدز التريبل هيليكس الضفيرة بتاعة كل فايبريل. اهي شايفين هنا ده مغطي 3/4 اللي قبله وهكذا، ثم يبقى فيه جزء مش متغطي، وبعد كده تبدأ التشين اللي بعدها. ده اسمه كروس لينكج نتيجة لتكوين روابط معينة ما بين برضو جزيئات اللايسين بإنزيم، المرة دي اسمه لايسين أوكسيديز إنزيم. الجزء الخاص بالديجراديشن أوف كولاجين مولكيول مش هندخل فيه أو مش هنشرحه، مش هطلب منكم مين هم الميتالوبروتينيز، مين اللي بيتكسر تايب 1 تايب 2، كل ده مش مطلوب مننا سنة تانية. احنا بس محتاجين الكلمتين البساط اللي قلناهم عن السنسز، وهنتكلم في السلايد الجاي عن الديزيز اللي ليها علاقة بالكولاجين. في مجموعة كبيرة من الأمراض ممكن تحصل نتيجة لميوتيشن أو طفرة جينية أو مشكلة في الجينيتك كود اللي بيبقى شايل المعلومات أو الانفورميشن الخاصة بأنواع الكولاجين المختلفة اللي هم 12 نوع. ال 12 نوع دول الجينيتك انفورميشن بتاعتهم موجودة على كام جين؟ موجودة في 22 جين. ال 22 جين دول معرضين ان يحصل لهم حوالي 1000 ميوتيشن يسببوا امراض مختلفة، ولكن اشهر الامراض اللي بتحصل نتيجة لديفكت في الكولاجين هما اتنين. اول واحد فيهم اسمه، اول واهم مرض موجود عندنا بيقابلنا له علاقة بالديفكت في الكولاجين سنسز هو الإهلر جاند سيندروم، وده عبارة عن ديزيز في كده مجموعة من الكلينيكال بيكتشرز نتيجة لهيتروجينس جنرالايزد كونكتيف تيشو ديس اوردر. عندي لخبطة جامدة في الكونكتيف تيشو بتديني مشكلة في الميتابوليزم الخاص بالفايبرلر كولاجين مولكيول. فيحصل ايه؟ فيحصل نقص في الانزيمز الهيدروكسيليز المسؤول عن الهيدروكسيليشن اوف لايسين، يبقى deficiency في اللايسين هيدروكسيليز انزيم، او deficiency في الانزيم اللي بيقص البرو كولاجين يحوله الى كولاجين ماتيور فورم فاسمه برو كولاجين 50 days deficiency. يبقى قد يكون عندي مجموعة من الانزيمز defect، ممكن يبقى اللايسيل هيدروكسيليز، ممكن يبقى البروكولاجين بيبتيديز ديفيشنسي. وبالتالي اثناء البروسيسنج بتاع تكوين الكولاجين مش هيحصل مظبوط، فهيبدا يبقى عندي مشكله في الفاينل شيب بتاع الكولاجين، فالكولاجين الناتج هيبقى مش فيرم ومش ويل ماتيوريتد انف، فهيقدر يقوم بوظيفته، هيقدر يبقى تنسايل، هيقدر يبقى سبورتيف، هيبدأ يقوم بوظيفته دي كلها لا خالص. وبالتالي الكولاجين ميوتنت تشين، الكولاجين اللي ما تكونش مظبوط ده ممكن كمان ما يحصلوش سكريشن، ما يطلعش بره الخليه، او انه يحصل له سكريشن بس يتكسر بزياده ويبدا يبقى accumulated بكميات كبيره في الانترا سيلولار كومبارتمنت. هتبقى المشكلة دي خطيرة جدا لو الديفكت ده حصل في الكولاجين تايب 3. ليه؟ لان ده موجود في الوول اوف ذا arterial blood vessels، يعني هتبقى المشكلة ليها علاقة بالblood vessels، يعني على طول مشكلة
فيتال أو ليثال مميتة. المرض الثاني بيسمى Osteogenesis Imperfecta واختصاره OI، له اسم تاني اسمه Brittle Bone Syndrome. البريتل بون سندروم أو الأوستيوجينيسيس إمبرفكتا بيتميز إن العظم فيه بيبقى سهل جداً إنه يتنى أو يتكسر easily bend or fracture. كمان بيحصل عندي retardation لكل الهيلينج of the wound، والسباين بيبقى rotated وتويستد، العمود الفقري بيعمل لي humped back. ده كمان بيبقى معاه hearing loss، والسكليرة ما بتبقاش فيها الكولاجين كفاية، فبتبدأ تظهر اللي تحتها فتديني منظر بلو سكليرة. ده أوتوزومال دوميننت، بيبقى فيه مالتبول فراكشر، تكسير في أجزاء كتيرة من العظم. غالبا بيبقى فيه فاميلي هيستوري في العيلة دي، إن دايما عندهم موضوع الكسور ده متكرر. بيتميزوا إن هم شورت ستيتشر، بيبقوا قصار القامة. سهل جدا ان يبدا يظهر عندهم جوينت لاكسيشن، يعني المفصل بتبقى الموفمنت بتاعته في اتجاهات هنج موفمنت، الوايد موتيليتي بتاعتها بتعدي الزوايا اللي المسموح بيها في حركه الجوينت. في نوعين من الاوستيوجينيسيس امبرفكتا، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده بقول عليه اوستيوجينيسيس امبرفكتا توردا، ده عبارة عن إيه؟ ده بيبقى يظهر في الـ early infancy، في أول سنوات عمر الـ infant، أول سنتين بيظهر على طول، إنه على دايما أقل خبطة يتكسر، أقل مسكة تلاقي إيده اتكسرت، رجله اتكسرت، أي حاجة تلمسه على طول الناتج، لا هو كدمة ولا إنه هو يتوجع، لا ده بيبقى كسر على طول. وأحيانا بيبقى suspected، بنشك في الحالة دي لو الـ prenatal ultrasound السونار والبيبي لسه intrauterine في رحم الأم، بيظهر لي إن عنده فاوينج أو fractures موجودة، إن العظم بتاعه الشفت بتاع العظم بتاعه بيبقى فيه كسور intrauterine. فعلى طول من أكتر الحاجات suspected إنه يبقى type 1 osteogenesis imperfecta. في another type اللي هو type 2 osteogenesis imperfecta congenita، ده بيبقى أخطر more severe، والبيشنت غالبا ما بيتولدش، يعني الطفل ده بيموت intrauterine من البالمونري هايبوبليزيا، لان الرئه بتاعته ما بيحصل لهاش ماتوريشن وما بتتكونش اساسا نتيجه للديفكت في تكوين الكولاجين اللي موجود فيه. اكتر ميوتيشن موجوده وبتتكرر وبتبقى مسؤوله عن حدوث الاوستيوجينيسيس هي ان substitution of amino acids اللي هو الجلايسين الصغير اللي كان مناسب للمكان بتاعه وكل الوصف اللي وصفناه فيه، بيتشال بيتبدل بانذر امينو اسيد، بس الامينو اسيد التاني ده بيبقى بالكي، بيبقى حجمه كبير، فبالتالي نيجي نعمل الهيليكال ستراكشر اللي بيميز الكولاجين ما نعرفش نعمله، السايز بتاعه ما يبقاش مناسب للريستريكشن ده. تاني بروتين مهم جدا عندنا هو بروتين الإيلاستين. الإيلاستين ده بيبقى متواجد زيه زي الكولاجين وتقريبا في نفس الأماكن، موجود في اللونج في اليوتراين وول، بتزيد نسبته جدا في اليوترس during البريجنانسي، مسؤول عن الإيلاستيستي، مرونة التندونز والليجامنتس، موجود طبعا في الوول بتاع البيج أرتريز والسكين، وهو بيبقى بيتميز انه رابر، يعمل زي المطاط زي الاستك كده بالظبط، اللي هو تشده ويرجع يعمل ريكايل، فهو مسؤول عن المرونة. كل ما كمية الإلاستين زادت في التيشو، كل ما بتديله وخصوصا في السكين، كل ما بتخليه مور يونجر، عنده مرونة وما تظهرش فيه تجاعيد، في حين ان لما كمية الإلاستين تقل ده بيدخل او بيديني الرينكلز والتجاعيد وتبدا عمليه الايجنج بروسيس. يبقى قلنا الالاستين ده كونكتيف تيشو بروتين، بيبقى رابر لايك لو خلاص زي المطاط بالظبط. الالاستين مع الجلايكوبروتين مايكروفايبرلز موجودين كمان في اللنج، في الوول اوف لارج ارتريز، وفي الالاستيك ليجن. بيتكون من ايه الإيلاستين؟ اول ما بيتكون برضو بيتكون في صورة بريبرو ثم برو إيلاستين،
بيبقى فيه كميات كبيرة جدا من small non-polar amino acid، طوله حوالي 700 أمينو أسيد، ومعظمهم بيبقوا سمول، حجمهم صغير، ونون بولر يعني نون تشارجد ومش شايلين شحنات. غني جدا برضو بكميات كبيرة من البرولين واللايسين، ولكن كمية قليلة منهم هم اللي بيحصل لها هيدروكسيليشن وتتحول لهيدروكسي برولين وهيدروكسي لايسين. لو نفتكر في الكولاجين كان بيتميز انه بيحصل له كروس لينكينج، بحيث ان يبقى كل فايبرل بتغطي حوالي 3/4 الفايبرل اللي قبلها. لا، هنا الكروس لينك او الارتباط اللي بيحصل ما بين الفايبرلز وبعض بيعمل لي شبكة ما بين اللايسين ريزيديوز ترتبط مع بعض وتكون لي مركب كده اسمه او شكل اسمه ديسموزين. ده بيبقى ناتج ارتباط 4 لايسين مع بعض يعمل لي ديسموزين. نقرا مع بعض الجزء اللي مكتوب عندنا عشان ما يبقاش فيه لخبطة. فبيقول ان الإيلاستين ده انسوليبل، طبعا اي فايبروس بروتين هو انسوليبل. بالبريكورسر بتاعه اللي هو تروبو إيلاستين، ده بيبقى لينير بوليبيبتايد مكون من 700 امينو اسيد، يعني مش تريبل هيليكس ولا حاجة زي الكولاجين، ده لينير، يعني فيه بوليبيبتايد واحدة من 700 امينو اسيد، ومعظمهم بيبقى سمول ونون بولر زي الجلايسين زي الألانين وزي الفالين. الإيلاستين ده بيبقى ريتش ان برولين ولايسين، ولكن كميات قليلة قلنا اللي بيحصل لها هيدروكسيليشن وتتحول لهيدروكسي برولين وهيدروكسي لايسين. التروبو إيلاستين اللي هو المبدأ اللي بيتكون ده بيحصل له سيكريشن من السل للإكسترا سيلولار سبيس، وبعد كده يبدأ يحصل interaction مع another specific glycoprotein microfibers، أنواع معينة من المايكروفايبرز زي الفايبرولين، ودي وظيفتها إنها بتشتغل كscaffold أو يعني كشاسي أو كبيس كده، بيبدأ نرص ونرتب عليه تروبو إيلاستين عشان نوصل للفاينل فور. كمان اللايسين سايد تشين، اللايسين ريزيديو اللي موجودة السايد تشينز بتاعتها في التروبو إيلاستين بوليبيبتايد، يبدأ تحصل لها أوكسيداتيف دي أمينيشن، يعني تشيل منها الأمينو جروب اللي في السايد تشين، لأن اللايسين ده كان بيزك أمينو أسيد، فهنشيل الأمينو جروب اللي موجودة في السايد تشين والهيدروجينز كمان، فيحصل له بإنزيم اسمه لايسايل أوكسيديز، فنكون ما يعرف بألايسين ريزيديو. الألايسين ريزيديوز دي بتبدأ يحصل لها interaction مع بعضها، كل أربعة مع بعض يكونوا كروس لينكينج ويكونوا لي ديسموزين كروس لينك. This produce elastin، كده بقى وصلنا للماتيوريشن بتاعة الإلاستين اللي بيبقى extensively interconnected، بيبقى متصل مع بعضه جامد جدا، وبيبقى له خصائص رابري ان هو زي المطاط، ويحصل له ريكويلنج لما تشده تماما يبدأ يرجع لوضعه الطبيعي ريكويل للنورمال سايز بتاعه، فده بيخليه ستريتشبل مطاط، واي دايركشن هتشده فيها هيعمل ستريس وجيفين كونكتيف تيشو الاستيستي، يتميز بمرونه الانسجه الكونكتيف تيشو. نيجي الالاستين اللي اتكون ده، بعد ما اتكون بتبدا طبيعي تشتغل عليه، هو اصله بروتين، فبتشتغل عليه مجموعه من البروتيوليتيك انزيمز البروتينيزس او البروتيازس انزيم، تعمل ديجراديشن وبروتيوليزس للبروتين ده. بس المفروض ان البروتين ده من الحاجات اللي تبقى لونج ستاندنج موجوده، ووجودها بكميات معينه مطلوب عشان يوفر الالاستيستي للتيشو زي ما اتفقنا. فلو اتكسرت وفقدنا الالاستيك تيشو ده بكميات كبيره، ده هيؤدي الى مشاكل هتحصل. فعشان كده لازم يبقى عندي another protective protein يمنع تكسير الإيلاستين. مين ده؟ ده بروتين اسمه alpha 1 antitrypsin. الالفا 1 antitrypsin بيبقى موجود في البلاد وفي بعض البادي فلويدز عشان يشتغل كأجينست او ضد، يعمل inhibition للبروتيوليتيك انزيمز زي ما قلنا اللي هي البروتيزس والبروتينيز. المفروض انه بداية تصنيعه بيتصنع اصلا في الليبر، وكان او لقوا ان البروتين ده بيبقى directed against او اسمه antitrypsin. اشمعنى؟ لانه هو directed against التريبسينوجين انزيم اللي بيطلع من البنكرياس. فالالفا 1 antitrypsin
لأنه بيلعب دور مهم جدا جدا جدا، إنه بيمنع نوع من أنواع البروتيزس اللي هو اسمه إيلاستيز، اللي مسؤول عن الديجراديشن أوف ذا إيلاستين. هو ده البروتيز الرئيسي اللي بيكسر الإيلاستين. فالإيلاستين لما بيتكسر، لو اتكسر في الألفولار وول ده هيحصل مشكلة. يعني أنا لو جيت في الفواصلات الهوائية الإيلاستين موجود في الوول بتاعها، طب لو اتكسر الإيلاستين اللي موجود في الوول يبقى الفواصلات الهوائية هتفقد الإلاستيستي بتاعتها، فمش هتقدر تعمل expansion during the inspiration ولا إنها ترجع تاني during the inspiration تاخد الهواء وتفضيه وتبقى زي ما نقول كده إيه شبه collapsed، أو ما بتوصلش طبعا للكولابس during the expiration الجفيف. فالانتي الاستيز اللي هو الالفا 1 انتي تريبسين ده البروتين اللي بيمنع الالاستيز انزيم من انه يكسر الالاستين اللي موجود في الوول بتاع سواء البلاد بيتل سواء الالفيلار وول وكل الامبورتانت. المفروض ان 90% منه بيتكون في الليبر ويطلع بعد كده للسيركيوليشن عشان يحمي الالاستين اللي موجود مينلي في اللانج. تمام. طب لو مش موجود، اكتر التيشو اللي هتتاثر طبعا هي اللانج والبلاد فيزلز. فلو اللانج اتاثرت، نتخيل كده الوول اوف ذا الفيولاي فقد الالاستين اللي موجود فيه، فهيبدا ايه اللي يحصل؟ هتبدا الديسماسيف ديستراكشن في الوول اوف ذا الفيولاي، فتبدا الالفيولاي تفقد الالاستيستي والريكويلنج بتاعها، فما تعرفش تتنفخ مع الانسبيريشن ولا تفضي الهواء فيها مع الاكسبيريشن. ده مش بس كده، ده هتبدا تثبت في شكلها وتفضل كونها مش هتفضي كل الهواء اللي جواها، فيفضل الهواء مركون جواها يعمل لي حاجه اسمها انفيزيما. يبقى نعيد مع بعض تاني كده. رول اوف الفا 1 انتي تريبسين ده بيعمل انهبيشن للنيوتروفيل الاستيز انزيم، ده نوع من انواع البروتيزس اللي مسؤول عن الديجراديشن اوف ذا الاستين في الالفيولار وول. لو في نقص في الالفا 1 انتي تريبسين، وبالتالي يبقى انا كده سايبه الالاستيز يشتغل ان اوبوزد، يعني مفيش حاجه بتعمل له انهبيشن، فهيحصل لي ديستراكشن في الالفيولار وول اوف ذا لانج، مما يؤدي الى حدوث الامفيزيم. الكونديشن دي عشان تتعالج، تتعالج ان انا لازم اديله الالفا 1 انتي تريبسين. يبقى الالفا 1 انتي تريبسين بيحصل نقص فيه بقى ليه اساسا من الاساس؟ ده بيحصل نتيجه لميوتيشن في الجين اللي مسؤول عن الالفا 1 انتي تريبسين. الجين ده مكانه في البوزيشن او في اللوكيشن اللي مسؤول عن الامينو اسيد رقم 342. يحصل ايه؟ يحصل سبستيتيوشن، بدل ما هي في الجينيتك كود في الشفرة الوراثية كانت جي اي جي، بدلنا الجوانين الجي دي بدلناها بي اي ادين، فبقت جي اي جي تم استبدالها او تحولت الى اي اي جي. فبدل ما كان الناتج هو الجلوتا او في البوزيشن رقم 342، الامينو اسيد في البوزيشن 342، بدل ما كان الجلوتاميت بقى الناتج عندي هو اللايسين بدل الجلوتاميت. خلاص. يبقى في الهيباتيك في الليفر بيحصل سبستيتيوشن او جينيتك ميوتيشن في الدي ان اي، فبدل ما ننتج الامينو اسيد جلوتاميت في البوزيشن 342 ده يتبدل بانذر جين اللي هو الاي اي جي فينتج عنه اللايسين، وهنا يحصل اللايسين الناتج ده يؤدي الى عدم تكون الالفا 1 انتي تريبس. يبقى ده الباثوجينيسيس او الاندرلاين ميوتيشن اللي تؤدي للالفا 1 انتي تريبس ديفيشنسي، فبالتالي يظهر عندي في الاخر الانفيزي. طيب في سندروم مهم اسمه ويليامز سندروم، ده جينيتك كونديشن. بتتميز ايه؟ بتتميز ان عندها فيشال اكسبريشن، بتظهر تعبير على الفيس او كلينيكال سيمتومز موجوده على الفيس مميزه، وكمان بيبقى معاها تاخر في النمو ديلي ديفلوبمنت، مشاكل في التعلم ليرنينج بروبلم، وبعض البيرسوناليتي تريتس الخواص اللي بتظهر على تغير في الشخصيه. الناس اللي عندهم فيليامز سيمتومز او فيليامز سيندروم
بيبقى عندهم ميل اظهر ان او liability اكتر ان يظهر عندهم المشاكل الكارديوفاسكولار ديزيزز والكونكتيف تيشو تشينجز والاندوكراين ابنورمالتيز. بيحصل ليه الويليام سيندروم؟ بيحصل نتيجه لان بيحصل ديليجن، بيتشال خالص الجين اللي مسؤول عن تكوين الالاستين اللي مكانه موجود على الكروموزوم رقم 7. لقوا ان الجينيتك ديليجن ده بيحصل في 90% من الناس اللي بيعانوا من الويليام سيندروم، وبيؤدي فيهم لوجود ديفلوبمنتال ديس اوردرز وكونكتيف تيشو ديس اوردرز وسي ان اس بروبلم. اكتر الحاجات الكونكت الكارديوفاسكولار اللي بتظهر عندهم ان بيبقى عندهم سوبرا فالفولار اورتيك ستينوزيس، ضيق في الصمام الاورتيك، وكمان بيبقى معاهم يظهر عندهم اعراض على السكين زي حالات السكليرو ديرم. طيب في انذر ديزيز اسمه مارفان سيندروم. المورفان سيندروم ده انهيرتد ديس اوردر بيأثر على الكونكتيف تيشو اللي موجودة في الجسم نتيجة لنقص في بروتينات أخرى في الكونكتيف تيشو زي الفايبرلين بروتين. بيتميز بإن بيبقى كل لونج بون عنده الشات بتاعها طويل جدا، بيبقى عنده لونج ارم ولونج فينجر، هو نفسه بيبقى طول ستيتشر طويل القامة جدا، بيبقى عنده abnormal chest وهارت ولونج بروبلم، بيبقى عنده في عدم تناسق في الابعاد disproportionately long leg و arm و tooth، حتى الفالنجيز نفسها بتاعت التوز والفينجر بتبقى طويلة، extremely tall cylinder long narrow face high arched neck high arched وبتتنطق arched او arched الاتنين صح high arched neck and crowded teeth اللي بيبقى فيه overcrowding teeth في الماوث cavity indented and protruding sternum اللي عظمة القص في القفص الصدري بتبقى مش مكانها مظبوط، بالعكس بتبقى فيها protrusion وبارزة كمان. بيبقى بيعاني من lens subluxation، العدسة بتاعت العين مش في مكانها مظبوط، وبالتالي بيبقى فيه على طول مشاكل في الفيجن وبيجيله في الآخر cataract. كمان بيبقى عنده cystic changes في اللنج وflexibility بتاعت الجوينت بتبقى abnormal. عنده بيبقى فيه فلات فوت، الارش بتاع الدورسم بتاع الفوت فبيجيله فلات فوت وكيرفد سباين وابنورمال هارت ساوند. في كام كلمة مهمين جدا مميزين للمارفان سيندروم قلناهم في السلايد اللي فاتت، بس لازم اديها اسمها عشان لو جات بالاسم بتاعها السينينم نبقى عارفينه. زي ايه؟ احنا قلنا انه بيبقى عنده لينس سابلكسيشن او ديسلوكيشن في العدسة بتاعت العين، دي اسمها اكتوبيا لينتيس. اكتوبيا لينتيس دي مميزة جدا للمورفان سيندروم، دي يعني لينس سابلكسيشن. طيب الطول بتاع الفالنجيز وبتاع صوابعه والديجيتس اللي فيها ده اسمه اراكنو داكتايلي، اسمه اراكنو داكتايلي. يبقى انا قلت دلوقتي اني عندي اكتوبيا لينتيس واراكنو داكتايلي. مهم كمان اني اعرف ان المشكلة اللي في الكارديو فاسكولار ممكن يبقى عندي ويكنس في الاورتيك ميديا، ممكن يبقى عندي دايلاتيشن في الاسندنج اورتا، ده بيعمل لي حاجة اللي هو abnormal dilatations في البلاد فيزلز او ما يعرف بالانيوريزم. اشهر حد كان عنده الديزيز ده اللي هو ابراهام لينكولن، كان عنده المشكلة دي، وكانت يعني زي ما بيقولوا كده ارتبطت دايما المارفان سيندروم بابراهام لينكولن كأكتر حد كان عنده الفيتشرز بتاعت الكلينيكال بيكتشر بتاعت الديزيز ده. اتفقنا ان المشكلة بتبقى نتيجة لديفكت في الفايبرلين بروتين موجود على الكروموزوم رقم 15. كده نبقى خلصنا اهم كلامنا عن كل المطلوب مننا في الاكسترا سيلولار ماتريكس، الكونكتيف تيشو مع الكولاجين والالاستين. وبالتوفيق وان شاء الله يا رب يعني كده اسمع عنكم دايما كل خير واشوفكم في كل حاجه كويسه. شكرا يا سلام.